أعلنت وزارة الصحة والسكان انخفاض معدل الوفيات الناجمة عن الإصابات بفيروس كورونا بنسبة 44% خلال الأسبوع الماضي، وأشارت الوزارة إلى انخفاض معدلات التردد والحجز بالمستشفيات بنسبة 50% خلال الأسبوع الماضي، فضلا عن انخفاض نسب إشغال الأقسام الداخلية والرعايات المتوسطة والمركزة بالمستشفيات خلال شهر مارس الجاري، مؤكدة الانخفاض المستمر لتلك النسب بما يشير إلى تراجع انتشار فيروس كورونا بشكل ملحوظ.